المشكلة اخويا اللي عندنا هو في شارع محمد الخامس، حنا الوحيدين اللي ما داروا لنا السوق نموذجي، وعدونا بواحد الوعود كاذبة وفي التالي تخلاو علينا، ما عطاونا حتى شي حاجة، وصيفطونا لحي السعادة، جا عندنا الباشا اللي كان ودرنا معاه اجتماع، قالنا شوف شارع محمد الخامس راه ما بقاش فيه التفرش، قلنا له السمع والطاعة ما كاينش مشكل، قالنا دابا المشروع راه كاين وتما المستقبل ديالكم ونعطيكم الحوان تما وهذا، قلنا له ماشي مشكل، قالنا دابا عاد طلعوا وعاد شوفوا داك الشيء اللي تمايا، ولا وافقتوا راه ما كاين غير الخير، ولكن الا ما وافقتوش راه الشارع ما تحطوش فيه. قلنا له واخا، طلعنا شفنا داك الشيء، قلنا له بسم الله وافقنا، بقينا كننتظروا تبنى الطراسه والسوق بناوه طلعوا كذا الريديوات مسائل تطلق السوق، منين ولينا لعندهم قلنا لهم شنو المحل من الاعراب ديال هذا الشيء ديالنا حنايا، لا قال لك لا حنا هذا الشيء غنصيفطوه للوالي وعاد غنديروا كذا ونديروا كذا، بقاو تيتهربوا لنا تيديروا لنا شي تهربات، عرفنا باننا راه ضمصونا وكان بغاو يديروا معنا الحل كانوا يديروه معنا، وحنا دابا تنتمناو بهاد الرساله ديالنا يسمعها جلاله الملك نصره الله وينصفنا مع هاد الناس، حنا اي حاجه تنبغيو نديروها خصنا ضروري نتحاوروا مع سيدنا، اما هاد الناس راه ما تيعطيوناش حق ديالنا بتاتا. حنا كباعه متجولين بشارع محمد الخامس بفاس نطالب بالهيكله ديالنا في سوق نموذجي لحفظ الكرامة ديالنا كما جاء في التعليمات الملكية ديال جلالة الملك نصر الله وإياده. هذا الموضوع ناقشناه هذه 4 سنوات حنا تناقشوا وتنحاوروا مع رجال السلطة اللي تتعاقبوا على هذه المقاطعة هذه، لكن دون جدوى، كلها جات وعود كاذبة في وعود زائفة. جاء الإصلاح والهيكلة ديال شارع محمد الخامس، كنا تنتمناو على ان الهيكله ديالنا تكون قبل من الهيكله ديال شارع محمد الخامس. السيد الباشا السابق وعدنا على انه يلقى لنا الحل، واللي تبين في الاخير على انه غير تيكذب علينا. وعدنا على انه اساس يلقى لنا حل في سوق نموذجي بالسعاده، كان وعد كاذب. الان جاوا رجال سلطه جداد على راسهم قائد مقاطعه دار ضبيبغ الله يجازيه بخير، اللي هو لحد الان في تواصل معنا وتتحاور معنا ومتحمس جدا على اساس انه يلقى لنا الحل. والسيد باشا مقاطعه اكداز حتى هو استقبلنا واعطانا حقنا وتصنتنا، ولكن ما وعدونا بتا شي حاجه. علاش ما وعدونا بتا شي حاجه؟ ما عندهمش حلول في الديون، تيبقى الحل بأصحاب القرارات العليا.